نعم. الصلاة هل جائز؟ إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة، وهذا هو الأقرب أنه جائز مع الكراهة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه، لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها. فالأقرب عندي أخيرا أنه ليس بواجب لكنه مكروه ما لم يصلي الإنسان مع إمام يتم، فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها. نعم. يكون مسافر إمام والذين خلفه كلهم مقيمين، نعم، حتى لو كان إماما ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر ويقول لهم أتموا فإن قوم مسافرون، أو فأنا مسافر، حتى تظهر السنة، لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس وينكرها العامة، لكن إذا اشتهرت وفعلها الناس صارت مألوفة عند الناس، وصارت معروفا كما هي معروف شرعا. والذي ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم الذي يؤخذ بقوله أن يحيي السنن التي أميتت حتى لا يكون المعروف منكرا.